ما في أفضل من الفوز بغلة وافرة من الأهداف لتعويض الأخفاق بالمرحلة الأولى من عمر البطولة. هالأمر بينطبق على فريق النجمة يلي صالح جمهوره الكبير بعد التعادل مع الصفا، فكان الفوز العريض على السلام زغرتا برباعية نظيفة على ملعب أمين عبد النور البلدي بمحمدون بداية العودة الصحيحة إلى سكة الانتصارات. مدرب النجمة موسى حجيج دخل المباراة بنفس التشكيلة يلي خاضت مباراة الافتتاح باستثناء محمود قعور يلي حل مكانه خليل بدر، وكان لافت مشاركة علي السعدي أساسي بعد تسببه بركلة جزاء بالمباراة الماضية. هالمشاركة تحمل معها رسالة واضحة المعالم إنه الجهاز الفني جدد ثقته بالمدافع الدولي السابق وسكر الباب أمام البلبلة يلي طالت اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع الماضي. البداية كانت مع إدموش حادة يلي افتتح التسجيل. بعد الهدف واصل النجم هجومه وسجل مجددا عبر علي حمام برأسية بالمقص الأيسر إثر ركلة حرة نفذها خالد التكجي. البداية كانت متعسرة أمام الصفا، بالنسبة لنا نحن خسرنا نقطتين بغاية الأهمية، لا تاخد حقق البطولة لازم ما تتعسر ما تهدر أي نقطة. فتنا لهذه المباراة حطينا مباراة الصفا ورا ظهرنا وقلنا بتكون الانطلاقة لنا هذه المباراة. مسلسل الأهداف استكمل عبر المتألق خالد التكجي من ركلة جزاء قبل ما يختتم البديل حسين عواضة مهرجان الأهداف بأول مباراة له بالقميص النبيذي. السلام تعرض لخسارته الثانية على التوالي وبات أضعف خط دفاع لهالوقت، لكن الأمر اللافت هو مشروع الشباب الواعد يلي انتهجه الفريق الزغرتاوي هالموسم من خلال إشراك 6 لاعبين تحت حاجز العشرين سنة. بين السلام من خبرة والتحضير وأكيد الجهوزية البدنية، لأنه نحن هي خامس جمعة من بالتحضير، يعني هي خامس أسبوع بالضبط بعد 8 شهور توقيف. جماهير النجمة بتأمل أنه تمثل المباراة الانطلاقة الحقيقية بمسيرة استعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي من العام 2014.